ثلاث دروس مهمة تعلمناها من الظروف الصعبة اللي بنمر بيها دلوقتي، وهي المسؤولية، التفاؤل، والقدرة على التغيير. وأثبتت التجربة إننا مع بعض كنا قد المسؤولية ونقدر نعمل كتير، وكلنا أمل وتفاؤل إن المستقبل إن شاء الله هيكون أحلى وأجمل، وبنحاول مع بعض نتغير عشان نحافظ على أهلنا وأصدقائنا وبلدنا الجميلة. والعجيب إننا حددنا في سيكم إن تكون الصحة التكاملية هو هدف لعام 2020، فصحتنا تشمل طبعا صحة جسمنا، مش بس كده، وكمان أفكارنا وأكلنا وسلوكنا وبيئتنا وعملنا، كل دي أجزاء مهمة جدا من صحتنا. تصور أكلك يفرق جدا في مناعتك، وكمان راحة بالك ونومك وأفكارك بتأثر جدا على صحتك. إحنا معاكم وهنكمل نشتغل على أهدافنا لعالم أكثر صحة وسعادة.